بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثامن، اليوم نحن مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية في مجال القرآن الكريم، ومعنا في هذا الدرس سورة القلم، وهو من مقررات الحفظ علينا، ومعنا من الآيات 44 و52 إن شاء الله. أقسم بالله، أقسم الله تعالى في سورة القلم بالقلم، فما دلالة هذا القسم؟ لمكانته عند الله تعالى، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، نون والقلم وما يسطرون. أهدافنا في هذا الدرس أن يتلو الطالب الآيات الكريمة تلاوة سليمة، وأن يستخرج الطالب معاني المفردات الواردة في الآيات، وأن يحفظ الطالب الآيات الكريمة من سورة القلم من 44 إلى 52. بين يدي السورة الكريمة سورة القلم من السور المكية، وعدد آياتها 52 آية، وسميت بالقلم لأن الله تعالى أقسم فيها بالقلم، وهي من السور التي بدأت بالحروف المقطعة التي تشير إلى إعجاز القرآن الكريم، إذ عجز العرب عن الإتيان بمثله رغم أنه مركب من الحروف نفسها التي يستعملونها. يتميز الأنبياء بأكرم الصفات وأسمى الآداب والأخلاق لينشروا دين الله ودعوة التوحيد في الأرض، ويتحملوا صنوف المواجهة والمعارضة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو في قمة الخلق والأدب وصفوة الناس في مكارم الأخلاق والآداب، لأنه خاتم النبيين والرسول إلى الناس كافة وإلى العرب خاصة. معنا الآن الهدف الأول أن يتلو الطالب الآيات الكريمة تلاوة سليمة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الآن يا شباب سوف نقرأ سوية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون
وما هو إلا ذكر للعالمين. الهدف الثاني أن يستخرج الطالب معاني المفردات الواردة في الآيات. فذرني أي فدعني، سنستدرجهم، سنأخذهم بالعذاب، وأملي لهم، أمهلهم، كصاحب الحوت يونس عليه السلام، مكظوم مملوء غما، ليزلقونك يرمونك. ما المقصود بصاحب الحوت؟ هو يونس عليه السلام. أن يحفظ الطالب الآيات حفظا صحيحا، هذا الهدف الثالث، أن يحفظ الطالب الآيات حفظا صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. وبهذا انتهى درسنا اليوم، على أمل لقاء بكم من جديد في شرح جديد لاستكمال دروس مادة التربية الإسلامية. كما أرجو من طلاب الأعزاء الاهتمام بالفيديوهات سماعا ومتابعة منصة المدرسة وحل الواجبات وحل أوراق العمل، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.